شوفها قلت حنايا انايا ملاعبي كاملين موجودين هنايا كنا موجودين المباراه صدق اخو بينا تلاعب في النتائج كاين اللي باع بارتيدو اخوتي حنا عام كامل وحنا كنتقاتلوا الاخر طلع يدانا اخو حنا كنا بيدانا كنلعبوا على مباراه طلعوا التريسيره كان عندنا نجاح كبير ولكن اخوتي ولكن الرئيس حطمونا اخوتي خوانا بلا خوانا وهادشي هذا ماشي في صالح ديال الكره مرات شي هذا خصو يكون شي يتعاقب ولا كيف غادي يتصنف مره اما الرئيس يتعاقب اما كيف يزو الكاتريام السلام عليكم زوبر مرابط لاعب اتحاد برشيف محمد ياسين ولا تسعيد لاعب اتحاد برشيف عادل الجبري لاعب اتحاد برشيف السلام عليكم طارق حمود لاعب اتحاد برشيف رابع بن صلاح لاعب اتحاد برشيف حسن عيط الحاج لاعب اتحاد برشيف عبد الملك المؤمن لاعب اتحاد برشيف محمد بن موسى عميد فريق اتحاد برشيف عبد الاله الصغير لاعب اتحاد برشيف سعد الشاولي لاعب اتحاد برشيف السلام عليكم حنايا جينا كنتواجدوا في اليوم في ملعب زياد ناخذوا واحد المقاوله ديال الدفاع الغندوري اللي كان يعني على الصعود التريسيره دابا هاد المباراه لابس فيها واحد التلاعبات حنايا كاع لهم خبرنا السلام عليكم معكم واحد موسى بصفتي عميد ديال فريق اتحاد بشيفا تخبرنا بان لاعبين هاد اللقاء ديال الغندوري هادي تقريبا اسبوع لقاء السد اللي غادي ينتصر غادي يطلع ان شاء الله ولكن كتفاجئوا اخر لحظه بان الرئيس محمد شعيري رئيس اتحاد برشيفا تفاجئنا بانه ما اتصلش بنا ملي سقسينا وسولنا قلنا راه ما لاعبينش يقدر يتاجل يقدر من بعد عرفنا بان كاين تلاعب في هذه المباراه كاين امور كتقال بان راه هو صبر مبالغ ماليه حول هذا اللقاء حنا كلاعبين كان في ودي ما ديالنا مع هادشي هذا حنا جينا ناخذوا اللقاء هو ما جاش كنتصلوا به ما كيجاوبش باقي كان في هادشي هذا كامل اذا كان حنا كنطالبوا من العصبه بشخص الرئيس ديالها بشخص الرئيس ديالها محمد عبد اللطيف العافيه تفتح تحقيق حول هاد الواقعه تكتب ان راه هناك تلاعب في هاد المباراه حنا كلاعبين جينا نخوضوا اللقاء ديالنا بشكل عادي ولكن الرئيس ما كيتصلش بينا ما طافي علينا التليفون ما كيجاوبش انا حاليا كنتواجدوا بمركز زياد تما مركز التدريبات غاتسنى تصور تشوف اللعابه ديال الخاص بالدفاع ديال الغندوري هما كيخوضوا التسخينات ولكن حنا حاليا باقي كنتظروا في الرئيس انه يجاوبنا ولا يجيبنا على الاقل جبنا لي سيسيات ديالنا وشني سمو القمصان ديالنا باش نخوضوا هذا اللقاء لحد الساعه كل الامور كتنبه ان هذا اللقاء ما غاديش يتلعب والغندور غادي يديو 3 نقاط وهذا الشيء اللي باغيين هما وكنطالبوا اننا حنا كلاعبين حنا عام واننا حنا كنتقاتلوا تفتح تحقيق حول هذه الواقعه وشوفوا اذا كان شي تلاعب يتعاقب سواء الرئيس سواء المسؤول